لا خطك ما شاء حلو. الله في الكتابة ما وصكيش بقى ها؟ يعني أنا شفت من شوية مناخيرات وحاجات بص برضه لسه بقول البنات ليه بالبنات أهو بصهم إحنا البنات عشانهم بيبقى فيكي كيوات على بالظبط أنا بكلم حضرتك في كده فلتر اتنين وتلاتة وأربعة احنا بنات زي أيوة بعضنا فدماغنا بقى بص عينيا مغمضة برضه أوبا 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 عشان بتضحكي أيوة أنت بترسميني بضحك؟ أيوة الابتسامة حلوة في وشك طب بنان انت قلتي بنان انت قلتي ان انت بتحبي ركزي يا لبيس ركزي في عينيك ما انا لازم اسالها وهي ما انا عايزه ما تقولش مش عايزين اسئله دلوقتي عشان تبدع هي وانت تطلعي بلق جميله الجميلات وانت جميله الجميلات فعلا الله يخليك اسكت يعني عشان هي تحس هي شاطره هي بتعرف تركز وهي تاخد الطاقه الايجابيه بتاعتك اللي معاكي هي نفسها تدمج الكاريكاتير بالفن والفنانين بس انا عايزه اعرف ازاي عايزه تعمل ده طيب مش دلوقتي استني بس ده الطاقه الايجابيه الجميله بتاعتك دي اعمل ايه اكمل انا لا انا عايزك تبصي احلى صوره ليكي علقها لك هنا في المدخل وخلي زي الفل يعني الله يخليك هتعلق لي الصوره دي دي جميله هنا في المطبخ كمان حلوه ماشي من ايد بنان هتبقى حلوه ايوه شفت العينين ايوه 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 ايه ده اللي تحت ده اوبا ده برضو بص الله بص القلم بتاعي غير القلم بتاعك خدت بالك ده هو نفس القلم هو نفس القلم بس معرضه الخط ايوه هو بص اهو انت هتنزلي شعرها ايوه ايه الجمال ده ربنا يخلي عليك انا اللي بترش انت قلعتيها شعرها ولا ايه لا لا حالا اهو دي عسلية خدي بالك المشاهدين هيزعلوا منك ايوه صح كده ده كاريكاتير بقى ترسمه ده حلو قوي على فكرة تحفة بس الـ الشعر طالع فاتح كده صح؟ ما هنلونه يعني هنلونه شوية ما تستعجليش هتاخد مع بعض براون مع بلاك ولا ايه؟ صح؟ الاتنين مع بعض فنان يا ربي طب انا حاسه كده في سكوت رهيب طب يلا عايز اسالك يلا ممكن اتفضلي يلا انا موافق ونص طيب احنا عرفنا ان انت بتحبي تدمجي الكاريكاتير بالفن والفنانين ايه طموحك في الحته دي عايزين نعرف ازاي بصي انا عايزه افهمك حاجه انا اصلا كنت نفسي قوي ابقى اعلاميه او مذيع او حاجه كده بس انا نسبتي ما جابتش فالحمد لله دخلت فنون جميله عشان اجي لحضراتكم وارسمكم كده فحبيت قوي طب ما انا اللي بحبه ايه ان انا اتفرج على مسلسلات اشوف ممثلين اعمل فانا برضو بعرف اعمل ايه ان انا ارسم فحاولت بقى ادمج ده مع ده فرسمت ما الحمد لله ممثلين كتير قوي مع شغفك يعني حبك مع شغفك بالظبط كده رسمت ممثلين الحمد لله كتير قوي والحمد لله الرسومات كانت بتعجبهم قوي قوي يعني ودي اكتر حاجه بتحمسني وتشجعني دايما ان انا اكمل بص تاموره احلى تحيه يا تمور جميله قوي احلى تحيه جميله والشعر